بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. ازيكم يا صحابي؟ وحشتوني جدا. النهاردة يوم مهم جدا، مهم أكتر من أي يوم تاني. عارفين ليه؟ علشان في حد مهم قوي اتولد. مين اللي اتولد النهاردة مهم قوي؟ أكتر واحد مهم في الأرض وفي السماء وفي كل مكان في الكون كله. عارفين هو مين؟ اكيد انتوا عارفين، انتوا شاطرين قوي. فعلا هو الرب يسوع. ربنا يسوع اتولد النهارده مخصوص علشاني وعلشانك. طيب انتوا عارفين الحكايه بتاعت ميلاد الرب يسوع؟ تيجي نحكيها مع بعض. يلا بينا. فاكرين لما حكينا ان ماما العذراء كانت في البيت وفجاه ظهر الملاك وقال لها إن الروح القدس هيحل عليكي وهيبقى فيه في بطنك بيبي ولما يتولد هتسميه يسوع؟ تفتكروا حصل إيه بعد كده؟ تعالوا بينا نشوف مع بعض. ولما قربت مريم تولد طفلها يسوع، بعت الحاكم بتاع البلاد الجنود علشان يعلنوا عن قانون جديد. اسمعوا كلكم قرار الإمبراطور أغسطس قيصر، بيؤمر كل واحد فيكم يرجع بلده علشان يدفع ضرائب. ضرائب يعني فلوس. وابتدى يوسف ومريم رحلتهم لبيت لحم، لأنه هناك كان يوسف هيدفع الضرائب بتاعته. ولما وصلوا بيت لحم، تفتكروا ايه اللي حصل؟ ما لقوش ولا فندق فاضي. هما اياميها ما كانوش بيسموه فندق، كانوا بيسموه خان. انا سالت تقريبا في كل خان في البلد والظاهر ان كله محجوز. انت عامله ايه يا مريم؟ انا تعبانه قوي يا يوسف، بس ما تقلقش، اكيد ربنا هيدبر لنا مكان، انا متاكده. يوسف ومريم كانوا تعبانين قوي من كتر ما فضلوا يدوروا على مكان يباتوا فيه، ومريم كانت قربت تولد. كانوا عايزين مكان ولا فيش اي مكان. يوسف ومريم قعدوا يدوروا وفضلوا طول اليوم ده من فندق للوكاندا ولا لقيوش مكان. واخيرا مفضلش غير ده، هروح اسأل فيه. وراح خبط على باب الخان. الخان هنا مليان وما عنديش مكان، والقوض الموجودة سكنت من زمان. اصلحنا من بدري واصلين هنا قبليكو، وماليها اللوكاندا ومفيش اوضة ليكو. ورونا عرضك تفكو، ده مفيش اوضة هنا ليكو. ودخل الراجل للخان بتاعه وقفل الباب جامد في وش يوسف. يا حرام، مريم ويوسف كانوا تعبانين قوي ومش عارفين يعملوا ايه. يا ربي ساعدني، مش عارف اروح فين، لا مفيش اوضه فاضيه لينا احنا الاتنين. حاجه تزعل ان يوسف ومريم ما كانوش لاقيين مكان. محدش كان مقدر اهميتهم ولا اهميه البيبي اللي هيتولد، لكن الله كان مجهز لهم مكان. ما كانش فندق شيك ولا كبير ولا حتى فندق من اساسه، ده كان مكان مختلف تماما. ومحدش كان يتوقع ان ابن الله يتولد في المكان ده. ما كانش قصر ولا قلعه ولا حتى مبنى جميل وشيك. ابن الله اتولد في مزود بقر. اسمعوا ده صوت الحمار. انا مامته ركبتني طول النهار، وصلتها للمزود اخر المشوار. انا ده كان صوت الحمار.
أنا البقرة اللي كانت قاعدة، أنا سبت له المزود اللي أنا فيه بتغدى، وعملت له من التبن بتاعي مخدة. أنا البقرة اللي كانت قاعدة ومصه في بتاع بلوفرين، وطقية تغطي ودانه الاتنين. انا شكرا يا خروف يا ابو قرنين. ما انا دي الحمامة رمز السلام، انا كنت بغني له عشان ينام، ولو بيعيط يسكت اوام. انا دي الحمامة رمز السلام. يقدموا له هدايا حتى لو هي حاجات بسيطة وصغيرة. انت كمان وانت كمان تقدروا تدوا هدية حلوة قوي لربنا. اوعى تفتكر ان انت صغير وما تقدرش تدي هدية لربنا. لا، انت تقدر تدي له هدية. عارف ايه هي؟ ان انت تحب وانت فرحان، يعني تبقى فرحان وانت بتصلي له، تبقى فرحان وانت في القداس، وتبقى فرحان وانت بتسمع الحكاية بتاعت مدارس الأحد. بكده تبقى فرحت ربنا، تبقى اديت له أحلى هدية علشان انت مبسوط وانت قاعد معاه. عارفين ايه اللي حصل بعد كده؟ تعالوا نشوف مع بعض حصل ايه بعد كده. ياه، دي كانت ليلة رائعة. كان فيها نجم كبير بيلمع في السماء، وشوية رعاة بيحرسوا الغنم، وفجأة دي الحتة اللي بحبها. طيب يا شيرو كمل. وفجأة ظهر ملاك للرعاة دول، وكان جايب لهم رسالة مهمة جدا. الملاك قال لهم فين يلاقوا يسوع، والرعاة كانوا فرحانين قوي، وعلى طول جريوا على المزود. وهناك لقوا يسوع بالظبط زي ما الملاك قال لهم. كانوا فرحانين قوي ان ربنا يسوع اتولد، واول لما عرفوا راحوا بسرعه فكروا يدولوا احلى هديه عندهم. ايه هي؟ ان هما يجروا بسرعه يروحوا له ويشوفوه ويسجدوا ليه. كانوا فرحانين قوي ان ربنا يسوع اتولد. ربنا يسوع مش عايز منك هديه كبيره ولا غاليه ولا حاجه كبيره قوي قوي ندفع فيها فلوس كتيره. ربنا يسوع عايز بس ان انت تحبه، وتحبه وانت فرحان. وآيتنا النهاردة بتقول ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. نقولها كمان مرة، ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. لوقا 2:11. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وبابا يسوع طيب. بتمنى لك من قلبي، بتمنى لك من قلبي، بتمنى لك من قلبي عيد ميلاد سعيد. بتمنى لك من قلبي، بتمنى لك من قلبي، بتمنى لك من قلبي عيد ميلاد سعيد. والسنة الجديدة تبقى علينا سعيدة، طول ما يسوع ويانا نفرح بالتأكيد.
النيل